لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، في جريمة جديدة، جهات حكومية تهدم أحد المساجد العريقة في بغداد. في صحيفة المدى، القضاة يتسلمون آخر مباني مفوضية الانتخابات اليوم تمهيداً للعد اليدوي. في صحيفة الزمان، المحكمة الاتحادية تحدد الخميس موعداً للنظر بطعون الانتخابات. العرب اللندنية، فشل مساعي جريفيث يفتح باب حسم معركة الحديدة عسكريا، والقوات اليمنية تقتحم المطار. في صحيفة الحياة، اتفاق تركي روسي على تل رفعت وخلاف يعطل تشكيل لجنة. في صحيفة الدستور، لبنان، وزير الداخلية يتجه لوقف إعفاء الإيرانيين من ختم جوازاتهم بمطار بيروت. وفي صحيفة الخليج الإماراتية، تحذير أممي من حرب على غزة، ووفد أمريكي يبحث في عمان صفقة ترامب. أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قصفاً أمريكياً على أحد مواقعها قرب مدينة البوكمال شرق سوريا أسفر عن مقتل 22 من عناصرها. من جانبه، سارع النظام السوري إلى توجيه الاتهام إلى التحالف الدولي، والتحق بجوقة الاتهام موقع القاعدة العسكرية الروسية في مطار حميميم، فأعلن أن الغارة الجوية تتحمل مسؤوليتها قوات التحالف الدولي. صحيفة القدس العربي تقول في افتتاحيتها إن المفاجأة أتت من الجانب الآخر، حين أكد مصدر أمريكي مسؤول أن لدى الولايات المتحدة أسباباً للاعتقاد بأن الضربة كانت إسرائيلية. المؤشرات ترجح أن الغارة كانت إسرائيلية، وأن تقويض الوجود العسكري الإيراني في سوريا لا يعرف أي محرم في عقيدة الردع الراهنة التي يعتمدها نتنياهو. لقد تم قصف مواقع حزب الله وقوافل التسليح المتجهة من داخل سوريا إلى لبنان، كما استهدفت وحدات الحرس الثوري الإيراني ذاتها في مناطق مختلفة، وحان الآن أوان استهداف الميليشيات العراقية ذات الولاء الإيراني في أقصى شرق سوريا على الحدود مع العراق. الجديد هذه المرة أن الطائرات الحربية مجهولة الهوية التي أغارت على منطقة الهري، حيث مركز قيادة إحدى مجموعات الحشد الشعبي كانت على الأرجح تتمتع بتغطية روسية في مستوى الإعلام على الأقل، بدليل ذر الرماد في العيون الذي لجأ إليه موقع قاعدة حميميم حين اتهم التحالف الدولي بتنفيذ الضربة. كذلك لا يخفى على كل ذي بصيرة أن نتنياهو أعطى الأوامر بقصف الهري متكئا على تفاهماته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضرورة خروج إيران من جميع الأراضي السورية حسب ما أعلن بنفسه، وأن النفي الأمريكي كان يتعمد إبلاغ إيران بأن الضربة إسرائيلية بالفعل، وقواعد الاشتباك لا تحدها حدود. وتختتم صحيفة القدس العربي افتتاحيتها بالقول إن السؤال الآن هو ذاته الذي يتكرر طرحه عند كل غارة إسرائيلية داخل العمق السوري: متى وأين يرد النظام أو ترد إيران أو ميليشياتها وأحزابها وحشودها؟ كشفت صحيفة واشنطن تايمز عن قيام وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتجميد خططها الخاصة بالعراق، وذلك على الرغم من الحديث عن شراكة بين أمريكا وحلف شمال الأطلسي الناتو لتدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية من أجل عدم السماح بعودة تنظيم الدولة. وأشارت الصحيفة إلى أن التجميد له علاقة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، وأظهرت فوز ائتلاف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر.
الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الخطة التي كانت موضوعة بشأن العراق وهي طويلة تم تجميدها بالوقت الحالي على الرغم من الالتزام المتزايد من قبل حلف شمال الأطلسي هناك، والذي يمكن له أن يكون خطوة كبيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد قالت قبل قمة الناتو إن ماتيس يعتزم تقديم خطة أمريكية لتوسيع عملية التدريب العسكري للقوات العراقية ويجعلها مثل المهمة الطموحة في أفغانستان، حيث تتألف القوة الدولية لمحاربة تنظيم داعش بالعراق وسوريا من 9000 مقاتل بينهم 5000 مقاتل أمريكي. لكن نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة وعدم الثقة بالوضع الأمني والسياسي في العراق دفعت البنتاغون للتحرك ببطء لتنفيذ هذه الخطة بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة ببغداد. وتضيف الصحيفة أن الولايات المتحدة التي وقفت ودعمت رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي فوجئت على ما يبدو بفوز ائتلاف سائرون التابع لمقتدى الصدر الذي حل أولا، بينما حل تحالف الفتح الذي يضم ميليشيات مدعومة إيرانيا بالمركز الثاني، في حين حل العبادي ثالثا. الصحيفة تقول إن فوز ائتلاف الصدر خلق انزعاجا في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى، خاصة أن الصدر أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة هي دولة غازية، مؤكدا أنه لا يسمح لأمريكا بالتدخل على الإطلاق في الشأن العراقي. في ذات الوقت كانت تصريحات الصدر تجاه إيران أكثر تصالحية، حيث أكد أنها بلد مجاور يخاف على مصلحته ونأمل ألا يتدخل بالشؤون العراقية. في لقاء له بالقيادات العسكرية والأمنية لمناسبة عيد الفطر، جدد رئيس الحكومة حيدر العبادي التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة قائلا إن أي سلاح خارج هذا الإطار يعد سلاح تعد وفوضى، مضيفا أن العمل جار على حصر السلاح. عدنان حسين يرى في صحيفة المدى أن تصريحات العبادي تشبه النكتة، بل هي النكتة بعينها، فرئيس الوزراء المنتهية ولايته يريد أن يحقق في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع له ولحكومته ما عجز عنه، أو بالأحرى لم يعمل لتحقيقه على نحو جاد وصحيح وسليم على مدى 4 سنوات. العبادي شدد على أن المعركة الثانية هي مع الفساد، ويجب أن يتم إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي من مظاهر الفساد وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات. كلام من هذا النوع عدا أنه معاد ومكرر حد الملل، لا ينتظر خروجه على لسان من أمسك بيديه كل مقاليد السلطة الرئيسة في البلاد. إنه كلام يليق بزعيم سياسي معارض مثلا أو صحفي غيور. العبادي توافرت له كل ما يلزمه وما لا يلزمه لتحقيق هذا الذي تحدث به الآن لو كان راغبا فيه وجادا في إنجازه. هو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة التي تشمل الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد، ورئيس لجان وزارية كثيرة متخصصة في المجالات العسكرية والأمنية والمدنية المختلفة. إضافة إلى هذا، توافر للعباد أيضا الدعم الشعبي عندما نزل مئات الآلاف من العراقيين إلى الساحات العامة والشوارع دعما لبرنامجه الإصلاحي وتأييدا لما وعد بتحقيقه، بيد أن العبادي فرط بتلك الفرصة الذهبية. فقد ظهر بعد ذلك رجلا مترددا خائفا من الإقدام على أي خطوة إصلاحية، ربما خشية من أن يتكالب عليه الفاسدون ويسقطوا حكومته. ويختتم الكاتب بالقول: الآن وقد شارفت ولاية العبادي على الانقضاء لم يتحقق أي شيء مما تعهد به. بينما يرفع صوته أمام القيادات العسكرية في آخر أيامه داعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد. يذكر حراك الشيوعيين العراقيين أخيرا في مواجهة الإعلان عن اتفاق تحالف سائرون الذي يضم الحزب الشيوعي والتيار الصدري مع قائمة الفتح التي يتزعمها هادي العامري. يذكر هذا الحراك بحكاية الزوج المخدوع الذي سمع من جاره خبر خيانة زوجته وانتظر أسابيع كي يتأكد من صحة الخبر من أصدقائه.
وهاله أن يكون آخر من يكتشف ذلك، فما كان منه سوى أن يصفع وجهه بيده، وقد أدرك أنه لم يعد يملك القدرة على رد البلاء الذي لحق به. هكذا وصف عبد اللطيف السعدون في صحيفة العربي الجديد حال الحزب الشيوعي بعد إعلان تحالف الصدر والعامري. جاء حراك القاعدة الشيوعية العريضة بعد 15 عاماً على ارتكاب قيادتهم الخطيئة الأولى بدخولها في مجلس الحكم الذي شكله الأمريكيون بعد الغزو، وقبول الأمين العام حميد مجيد موسى التمثيل على أساس طائفي وانضوائه تحت لواء العملية السياسية. وفي الانتخابات أخيراً تحالف الحزب مع التيار الصدري، لكن الأمور سارت على غير ما كان يأمله هؤلاء الذين فوجئوا بإعلان الاتفاق بين مقتدى الصدر وهادي العامري، والذي تم بمشيئة إيرانية وبإشراف مباشر من قاسم سليماني مسؤول الملف العراقي في القيادة الإيرانية، بهدف تشكيل ما سميت الكتلة الأكبر في البرلمان، وهو أمر لم يعلم به الشيوعيون إلا بعد إعلانه. هنا تفجر الحراك لدى القاعدة العريضة للحزب نتيجة الصدمة التي تلقتها، وانتقل ذلك إلى مواقع التواصل، حيث عبرت كوادر عديدة على صفحاتهم الخاصة عن خيبة أملهم في التحالف الجديد وغضبهم واحتجاجهم على هذه الخطوة التي عدوها خروجاً على مشروع التغيير والإصلاح الذي يتبناه الحزب، وتنازلاً غير مبرر أمام المجموعات الحاكمة التي تمثل توجهات طائفية تناقض تطلعات الحزب ولا تعبر عن أساسيات مشروعه العابر للطوائف. في الخلاصة، يرى الكاتب أن الحزب الشيوعي يبدو في لحظته الحاضرة متوكئاً على مجموعة أوهام متراكمة، فيما يبدو مستقبله محكوماً بخسارات متلاحقة إن لم يبادر إلى تغيير موقفه. أما الحراكيون فحالهم حال الزوج المخدوع الذي لم يعد يملك من أمره شيئاً. سلطت مجلة نيويوركر الأمريكية الضوء على الطريقة التي تمكنت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية من توفير الحماية للترسانة النووية للكيان الصهيوني. المجلة كشفت في تقرير لها عن تعهد الإدارات الأمريكية المتعاقبة بما فيها إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب بعدم دفع الكيان الصهيوني للتخلي عن ترسانته النووية ما دام يحافظ على سياسته الضبابية بشأن ذلك. بحسب المجلة، فإن وفداً إسرائيلياً فاجأ المسؤولين بالبيت الأبيض يوم 13 من شباط 2017، حينما طلب التطرق إلى رسالة سرية مع الأمريكيين ترتبط بالترسانة النووية الإسرائيلية. وطلب الجانب الإسرائيلي خلال اللقاء الذي شارك فيه السفير الإسرائيلي بالولايات المتحدة رون ديرمر بضرورة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرسالة. وأشارت المجلة إلى أن الوضع ذاته تكرر قبل نحو 8 أعوام، حينما وجد فريق الرئيس السابق باراك أوباما نفسه أمام طلب مماثل، إذ أن وجود تلك الرسالة يعد أحد الأسرار المحفوظة، ولا يعلم بوجودها سوى حلقة ضيقة من المسؤولين بالإدارات الأمريكية الثلاث الأخيرة. وبحسب المجلة الأمريكية، فإن الجانب الإسرائيلي يولي أهمية شديدة لتلك الرسالة السرية كالتزام فعلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الضغط على إسرائيل للتخلي عن ترسانتها النووية. وتضيف المجلة أن فريق مساعدي ترامب حين انتقل إلى البيت الأبيض لم يجد أي نسخ للرسائل السابقة بعد إرسالها للحفظ في الأرشيف. وعن تاريخ تلك الرسالة، أوضحت المجلة الأمريكية أنه جرت لأول مرة صياغتها خلال تولي بيل كلينتون رئاسة الولايات المتحدة بعد اتفاق غير مكتوب دام لعدة أعوام يقضي بألا يقوم الجانب الإسرائيلي بالإعلان عن أسلحته النووية أو القيام بتجارب عليها أو التهديد باستخدامها، مقابل التزام واشنطن بعدم الضغط على الكيان الصهيوني للتوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
لابد أن يحسب للرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كسرهما جليد علاقات ساهمت توترات 7 عقود في تحجره، فلقاؤهما ليس حدثا عابرا أو عاديا حتى لو تأخرت نتائجه أو لم تتطابق مع توقعات القوى الدولية الأخرى. عبد الوهاب بدرخان يرى في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن كل شيء يتوقف الآن على إدارة المفاوضات بين الطرفين في المرحلة المقبلة بمقدار ما يرتبط بمواقف الأطراف الأخرى المعنية جيوسياسيا، لا سيما الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية بدرجة أقل. كان كيم جونغ يعلم قبل أن يتواصل مع واشنطن أن لقاءه مع ترامب لن ينجح ما لم ينطلق من استعداد ضمني لتقليص ترسانته أو التخلص منه. لعل تمسك بيونغ يانغ بصيغة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية يحمل مفهومها القائم على تزامن تخلصها نهائياً من سلاحها النووي مع إزالة المظلة النووية الأمريكية لحماية كوريا الجنوبية واليابان. هذه مسألة ستبقى خلافية كونها تتجاوز الشأن الكوري، فالمظلة تلك مخصصة لحماية المصالح الأمريكية التي تضاعفت أهميتها الاستراتيجية في الأعوام الأخيرة، وبالتالي فإن إزالة المظلة تهم الصين لتوطيد هيمنتها على تلك المنطقة. انطلاقا من ذلك تبرز الإسقاطات الكورية على الأزمة الإيرانية، لأن الصين وروسيا تتصوران الوظيفة نفسها للسلاح النووي على حدودهما، فلا تخشيان تحوله ضدهما ولا تقاومان وجوده، بل تديرانه كحاجز أمام المد الأمريكي. ليس سراً أن الإمكانات التي وفرتها بكين أتاحت لبيونغ يانغ الحصول على قنبلتها، وليس سراً أن تشغيل البرنامج الإيراني كان بفضل التسهيلات التي قدمتها، ولذلك فإن تفكيك المشكلتين يمر بوفاق بين الولايات المتحدة والدولتين الكبريين. الكاتب يرى أنه في حال سيتبين سريعاً ما إذا كانت قمة كيم بخلفياتها والأفاق ترام التي فتحتها وضعت أمام طهران منطقاً دولياً جديداً لا تستطيع تجاهله، خصوصاً بسبب اقتناعها بأن الروس والأوروبيين لا يتمكنوا من تخفيف أعباء العقوبات عليها. وإذا كان الأمريكيون وضعوا الملف النووي على الطاولة ليصلوا بعده إلى الملف السياسي مع كوريا الشمالية، فإنهم يلوحون بمقاربة عكسية مع إيران باعتبار أنها لا تملك القنبلة بعد، وأن الأولوية معها تتمثل الآن في تغيير سلوكها. أزاحت شركة أفاتار مايند لتقنيات الروبوتات الصينية أزاحت الستار عن روبوت جديد يحمل اسم آيبال، يأخذ دور مربية الأطفال في المنزل ويتيح إمكانية التعليم والتسرية عن الأطفال الذين يعانون الوحدة. ونقل موقع الخليج أونلاين عن مؤسس الشركة تينيجيو هوانغ قوله إن الفكرة وراء هذا الروبوت هو أن يصبح جليسا للأطفال. وعرب هوانغ عن اعتقاده أن الروبوت الجديد الذي يصل سعره إلى $1,400 لا يمكنه أن يكون محل الآباء أو المدرسين، لكنه يستطيع أن يكون أداة تكميلية لتخفيف بعض العبء. ويستطيع الروبوت التحدث بلغتين، ويمكنه إعطاء دروس في الرياضيات ورواية النكات والتفاعل مع الأطفال عن طريق شاشة على صدره، كما يمكنه قراءة تعبيرات وجه الطفل عبر تقنيات خاصة.
الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.